بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. الحقيقه طلب العديد من الاصدقاء، طبعا احنا في اجازه السوق وليس هذا الاسبريد الخاص بالمنصه. احسن احد يفتكر ان ده الاسبريد الخاص بالمنصه. طبعا كان طلب الاصدقاء معادلات الاعداد النسبيه وغير النسبيه وازاي يعملوها. طيب تعالى نشوف. احنا كنا اتفقنا على ان منظومه الاعداد الطبيعيه هي 1 2 3 4 5 إلى ما لا نهاية، تمام، وبنرمز لها بالرمز N، تمام كده. طيب أنا عشان أطلع الأعداد النسبية وغير النسبية بعمل قسمة الأعداد على بعضها البعض. إزاي؟ هقولك. يعني مثلا أنا هقول هنا 1، تمام، العدد الأول في الأعداد الطبيعية هو هنقول 1، تمام، بالنسبة لأسواق المال، لأنه الصفر لا يمثل شيئا لنا في أسواق المال، تمام؟ فهنعمل كده. 1 ده مثلا هنعمله لعشرين مرة أو 50 مرة لو أنت عاوز، تمام كده؟ وهنعمل هنا أيضا 1، بس هنيجي نعمل هنا إيه؟ إيكوال 1 بلس 1. ليه؟ علشان أشوف بقى المنظومة الخاصة بالأعداد الطبيعية، فهيطلع لك 3 4 5 6 7 8 لغاية 20 اللي انت عاملها، تمام. ولو زودت ديت تزيد معاك، لو زودت دي لغاية 50 تزيد معاك دي لغاية 50، تمام. طيب هعمل بقى في الخانة اللي هو التالتة ديت الواحد ده على الواحد ده، تمام، واعمل انتر، وبعد كده اضرب مرتين كده هيطلع لك ايه بالظبط كده. هيطلع لك هنا نص 0 3 3 3 0 2 5 0 2 0 16 67 0 14 29 0 1 2 5. هقول لك الاعداد دي تعرف تستغلها ازاي. طبعا تعمل كده علشان الاعداد تكبر بالنسبه لك وتشوف كامل العدد، تمام. الرقم ده مثلا انا هعمله كده، تمام، هعمله باللون الاحمر. ليه؟ وممكن اتقله كمان، تمام. الرقم ده مهم بالنسبة لي. 1 على ال 14 ظهر ليا الايه، احذف بقى الصفر، يبقى كام؟ 7 1 4 2، تمام، ظهر في الخانة رقم 14، اكتبها هنا الخانة رقم 14، تمام كده. طيب هنيجي، ايه رأيك لو بدل الواحد ده عملناها 2؟ اي تمام، منظومة 2، وهنقسمها برضك على الأعداد الطبيعية، وتيجي تعمل كده تخليها كلها 2، وهنشوف الرقم ده هيظهر ولا لأ، اللي هو 7 1 2 4. هنشوفه هل هيظهر ولا لأ. مفترض إن هو يظهر. مش هيظهر في العشرين الأوائل. تعالى بص، خلينا كده، هو هيظهر أدي أهو. اهو ظهر، شفت ظهر في كام؟ رقم 28، وينتقل ظهر عند 28 اللي هو 7 1 4 2، تمام، 7 1 4 2. لما بيظهر وتيجي بقى تعمل دي بقى منظومة 3 ومنظومة 4 ومنظومة 5 ومنظومة 6 وهكذا، تمام، وتقسمها على الأعداد الطبيعية، التسلسل الخاص بالأعداد الطبيعية، فتاخد الرقم ده وتقول طيب اشوف الرقم ده بيتكرر. طب زوج العملة اللي هو يعني قريب من الرقم ده ايه؟ ده في الاسترالي دولار والنيوزيلندي دولار، اجربه على الاسترالي دولار واشوف. ده هو الاسترالي دولار، تمام، فانا هجيبه على المستوى الاسبوعي، تمام. فهنقول 7 1 4 2، هنعمل كده، تمام، فهنكتب كده هنا كده 7 1 4 2، تمام، فهنشوف الخط. بص الخط فين. دي القمة اللي جابها الاسترالي دولار. سيبك من كل الكلام اللي انت درسته والخزعبلات اللي مالية دماغك، انا بقدم لك اهم علم موجود في العالم، علم التحليل الرقمي، مش علم بقى خزعبلات وبصي المؤشر وبصي مش عارف ايه فيش الكلام ده. بص العلم، 7 1 4 2، شفت انت جبتها منين؟ وبص على الشارت، ايه ده؟ ايه ده؟ انت فاهم؟ تشعر ان انت ساحر.
والله العظيم يعني لما تدرس علم التحليل الرقمي، ايه يا جماعة ايه اللي بيحصل ده؟ فهي دي بقى مشكلة التحليل الرقمي، ان هم ممكن يوصلك للغرور. بص بص، لمس لمس ده هبط قد ايه؟ 6200. انت متخيل ان انت تحصل على زيرو؟ بص كام؟ 7136. ايه ده؟ ايه يا جماعة ده؟ يعني احصل على اكتر من 900 نقطة زيرو انعكاس؟ ايه ده؟ يعني حاجة عجيبة جدا. لكن خلي بالك لما بيصعد فوقيها، تمام اهو، شمعتين لمس يقدر يصعد، واهو لما يصعد فوقيها اهو راح لكام؟ 7142. راح لكام؟ ل 8000. يعني بيكسبك على طول. هنا بقى لما هبط، بص برضه هبط، هبط لكام؟ ل 5500، يعني حوالي 1500 نقطة. ايه ده؟ ايه ده؟ بص يعني، يعني ينفع يكون قاع ويرتد منه، وينفع يكون قمة. بص ايه يا جماعة؟ انا عايز حد يشاركني ده ايه رقم مش عارف ده ايه، فاهم؟ عايز حد يشاركني اهو، اهي اهي يا بيه اهي، انت فاهم؟ ويصعد، بيصعد قد ايه؟ على طول يديك 600 نقطة، 700 نقطة، 900 نقطة. هنا اهو يقرب، والريسك بتاعك هو كامل شمعة بس على نفس المستوى الزمني او المستوى اللي بعده، اللي هو المستوى اليومي. تمام، انا مش هستنى المستوى الاسبوع ده اكون مش خسرت. في ارقام تانية بقى كنت عاملها فوق، سيبك منها، هنبقى نتناولها فيما بعد. تمام، يبقى 7142 انت عرفت هي جت منين. تمام، ولما تأتي اليك على التشارت تبقى عارف. ادي بص، ايه ده؟ ايه ده يا جماعة؟ طب خلينا كده، الرقم ده كان كام؟ 6200 و6170. 6200 و6170 لازم بقى تبحث عنه برضه في الأعداد النسبية، الأعداد النسبية وغير النسبية. شوف بقى، بص يعني 6200 ده أقرب حاجة ليه إيه، وتشوف الرقم اللي ممكن يرتد منه، وهكذا. هي عارف اللي هو ايه المنظومة دي لوحدها، 6250، والرقم 6250 ده هتلاقيه رقم متكرر. تمام، 6250 ادي اهو الرقم. تمام، اعمل المنظومة بقى اللي دي على ال 32، 2 على 32 هيطلع لك 0.625. تمام، سيبك من الصفر، فهتيجي تعمل كده وتقول واحد، وهتشوف بقى الرقم ده هيظهر ولا احنا بنشتغل بعض. تعالى كده نشوف 6 2 5 ده فين. اهو يا والله يا جماعة موجود اهو، رقم متكرر. كلما تكرر الرقم في الاعداد النسبية وغير النسبية كان رقما قويا. جرب بقى على الشارت، اعمل ال 6250، ادي اهو 6250، نشوفه هل هيكون رقم محترم ولا لا. طبعا احنا هندمج بقى حاجات كتير مع يعني واحدة واحدة اهو. يبقى انا هنا هقدر برضو اشتري. يا اخي حاجة عجيبة جدا، التحليل الرقمي اعطاني القمة، والتحليل الرقمي اعطاني القاع. ايه ده؟ ايه السحر ده؟ انت فاهم؟ انا مش مصدق نفسي، ادي القمة، ادي القاع، في ايه؟ يعني مش فاهم ايه اللي بيحصل ده. فهي ديت، وهتلاقي كل الارقام دي عندك، عندك بقى سواء في الاعداد التشكيليه، عندك في الاعداد النسبيه، كل رقم عندك في علم التحليل الرقمي قبل تحقيقه على التشارت. انت امام اقوى علوم موجوده في سوق الفوركس. وهذا العلم للاسف الشديد كان، يعني اقول لك ايه، كان من ينشره على وجه صحيح محارب في كل العالم، محارب، يحاربوه على مستوى العالم، لان هم مش عايزين هذا العلم ينتشر، مش عاوزينه، لانه عارفين ان العلم ده قوي جدا. وللاسف هو ده اللي يعني ممكن جعلني ممكن اخاف واقول لا بلاش، الواحد مش عاوز حروب ومشاكل و
لان فعلا ده هيفتح عليك نار كتير، جهنم بجد. ما هو في ناس زي ما بيقولوا ايه، بيسترزقوا من بيع استراتيجيات كده ساذجة وحاجات. لما يجد واحد بينشر علم صحيح هيعمل فيه ايه؟ لا ده هتبقى حرب يعني شرسة، فربنا معانا بقى، فاهم؟ بس هو فعلا الاعداد النسبية دي بقى، جرب بقى الاثنين، جرب الثلاثة، جرب الاربعة، واقعد انت بقى شوف الارقام المتشابهة واعمل على تشارت، اجتهد. تمام، انا وريتك هي بتتعمل ازاي، هي سهلة جدا تقدر تنفذها، وان شاء الله خير، وانا معاكم ايضا في التطبيقات. شكرا جزيلا وبالتوفيق يا رب، ويا رب كلنا نكون رابحين. واتمنى ان الجزء البسيط اللي انا نزلته من دورة التحليل الرقمي الاحترافي يكون شيء نافع، شيء نافع لحضراتكم، وادى الى يعني شغل دماغك شوية. فان شاء الله خير، شكرا جزيلا.